أهلا بكم. قتل 3 متظاهرين وجرح العشرات بنيران الميليشيات والقوات الحكومية في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في أثناء تظاهرة طالبت بإسقاط التهم عن الناشط حيدر الزيدي الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى ميليشيا الحشد. وطالبوا أيضا هاي التظاهرة طالبت بإلغاء بقية التهم الكيدية ضد المتظاهرين. ويقول الناشطون إن التهم الكيدية التي يستند إليها القضاء الحالي في العراق أصبحت سلاحا يستخدم لقمع المتظاهرين والزج بهم في السجون الحكومية. وحمل هؤلاء الناشطون رئيس الحكومة السوداني مسؤولية سفك الدماء الجديدة في الناصرية واستمرار ملاحقة الميليشيات للمتظاهرين والناشطين المشاركين في التظاهرات الشعبية التي اندلعت في الأول من تشرين أول من العام 2019 ضد العملية السياسية وقواها الطائفية وميليشياتها. النهج الحكومي الثابت في قمع التظاهرات الشعبية في العراق في ضوء ما جرى في الناصرية من قتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بنيران الميليشيات هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها عدة أسئلة. كيف أصبحت مدينة الناصرية مركزا رئيسا ودائما لتظاهرات تشرين ضد قوى السلطة الفاسدة ولم تتزحزح عن مواقفها، مواقف المدينة الشعبية حتى اللحظة؟ وهل تسير حكومة السودان على نفس نهج الحكومات السابقة في قمع الأصوات المطالبة بالتغيير كما جرى مؤخرا في الناصرية؟ وما خطورة توظيف القضاء والتهم الكيدية في قمع المتظاهرين المناهضين لفساد السلطة والزج بهم في السجون الحكومية؟ وهل الإصرار الحكومي الثابت على الخيار الأمن الدموي مع الحراك الشعبي سينهيه؟ ضيفات طاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي. افتتاح العهد الجديد بإراقة الدماء نهج يسير عليه رؤساء الحكومات المتعاقبة في العراق، وكأنهم قد تعاهدوا ألا يتركوا سجلهم الحكومي دون أن يدونوا فيه جرائم ترتكب في عهدهم. السوداني الذي بشر بالإصلاح ومكافحة الفساد استفتح عهده بقتل وجرح عشرات المتظاهرين السلميين في مدينة الناصرية، حيث أمطرت ساحة الحبوب برصاص القوات الحكومية ردا على هتافات أطلقها المتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإعطاء الشعب العراقي حقه السياسي والاقتصادي المسلوب منذ 20 عاما. وبحيث لا يمكن اتهام طرف ثالث بقتل المتظاهرين بسبب وضوح هوية مرتكبي الجريمة، قامت الحكومة بإجراءات شكلية تتمثل في إقالة مدير شرطة ذي قار والإعلان عن فتح تحقيق. وهذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها، حيث اعتاد المتظاهرون عند كل مجزرة أن تقوم الحكومات بهذا الإجراء. لكن في النهاية لا محاسبة للقتلة، وخصوصا إن كانوا أصحاب نفوذ في الدولة العميقة. ما حصل في الناصرية هو جزء من سلسلة الصراع المستمر بين متظاهري ثورة تشرين والعملية السياسية وإن تغير رؤساء حكوماتها، إذ إن الرصاص الذي قتل أكثر من 1000 شهيد في ثورة تشرين هو ذات الرصاص الذي قتل المتظاهرين في ساحة الحبوب منذ أيام. فمن سيحاسبهم السوداني إن أراد المحاسبة؟ هل سيحاسب الأحزاب النافذة التي قلدته المنصب أم الأشخاص الذين يتحكمون بالمشهد الأمني والسياسي؟ تظاهرات الناصرية هي موجة من موجات ثورة تشرين التي عندما انطلقت حملت شعار التغيير السياسي الشامل، وطالما أن هذا التغيير لم يتحقق بعد فهي مستمرة حتى لو بدلت العملية السياسية جلدها 1000 مرة. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في النهج الحكومي الثابت في قمع التظاهرات الشعبية بالرصاص والنيران في ضوء ما جرى في الناصرية من قتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات في تظاهرة طالبت بإطلاق سراح الناشط حيدر الزيدي الذي سجن 3 سنوات. ضيف الطاولة أو ضيف الطاولة دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، وسنشرك معنا من مدينة الناصرية الناشط في التظاهرات كرار ماجد. أهلا وسهلا بالضيوف جميعا، ونبدأ مع كرار من الناصرية. مساء الخير كرار. نعم أستاذ، أولا تحية لك ولكل الضيوف اللي موجودين ويانا على قناة الرافدين واللي جاي يتابعوني.
أهلا وسهلا. كرر التظاهرة التي جرت في الناصرية وطالبت بإطلاق سراح الناشط حيدر الزيدي، سجن 3 سنوات لأنه انتقد ميليشيا الحشد، الحقيقة أدت إلى إسقاط 3 قتلى، استشهاد 3 من المتظاهرين وإصابة 25 آخرين. لماذا أطلق الرصاص على متظاهرين سلميين شباب طالبوا بإطلاق زميل لهم وقتل منهم 3؟ هذه القسوة في الهجوم على التظاهرات لماذا؟ نعم استاذ، اولا هي المشكله وين؟ المشكله اليوم الشعب العراقي ما يقدر يعبر عن رايه. يعني هي مشكله حيدر جريمه، اعطيني ماده دستوريه وماده قانونيه تثبت انه حيدر اللي سواه، شنو اللي جريمه اللي ارتكبها بالبدايه؟ يعني احنا خلينا نستعد المسببات خاطر نجي ان نكون حيدر ما ارتكب اي جريمه ولا ارتكب اي غلط ولا ارتكب اي شيء سواه. حيدر شاب ناشط، هذا حالنا احنا كشباب تظاهرين. اليوم حقنا ان ننتقد هذه الجزئيه اللي تكون غلط هناك، وان ننتقد الجزئيه اللي تكون الاداره، سوى الاداره الحكومه اذا كان بهذا الشكل، وكان ساكت من الافواه، وكل من راح ينتقد بهذه الصوره تكون عليه كل من اكو دعاوى كيديه تنتظره وبالتالي يزج بهم بالسجون. هذه مشكله خطيره، هذه مشكله يعني لا ما يحيي يسكت عنها، لا ناشط يسكت عنها ولا مجتمع عراقي راح يقدر يسكت عنها. حيدر لم يرتكب جريمه ولم يرتكب اي فعل سوء اللي سواه، مجرد انتقد دور في العناصر الامنيه، الجهات الامنيه، الميليشيات اللي انتقدتهم، قال انه وهم سوى روتر تغريده، يعني ما كتب او اسال ادب. ليش تروح يعني نروح نحكمه ونروح نجرمه ونضيف له؟ يعني هل اذا أوه. اذا حيدر مثلا، اذا واحنا عندنا الاف اليوم، احنا اللي عندنا في البصره احمد الهلهل لا زال بالسجون، عندنا عمار الحلفي في البصره موجودين بالسجون، عندنا في بغداد كثير من الناشطين عليهم دعاوى كيديه ولا زالوا في السجون. يعني اذا صرفت من اقوام من قبل السوداني، هل تحتق احنا كناشطين وكثوار نسكت اليوم على هذا الشيء؟ اكيد ما راح نسكت، ولا اكيد ولا راح يكون عندنا رده فعل، وراح نظل نطالب بحقنا ونطالب بحقوق الشعب العراقي. احنا ما جايين من خارج العراق، ولا جايين من فعل الفوضى. اللي جاي تسبب الفوضى وجاي تسوي الفوضى هي الحكومات، هي نفسها حكومه السوداني اللي سوت الفوضى. اللي اليوم القرار اللي يصدر بحق حيدر ب3 سنوات مجرد انتقد بجزئيه معينه يجرمونه على انه هذا خطا، بالتالي لازم يطلع الشعب العراقي، وطلع بالناصريه، واذا راح يظل السكوت على هذا الحال ما راح نسكت احنا كناشطين، ما راح نسكت في عموم العراق. نعم كرار، الحقيقه اكو اتهامات من يعني وسائل اعلام، منصات تابعه للميليشيات، على انه المتظاهرين الموجودين بالناصريه لا علاقه لهم باي توجه وطني، الحقيقه هؤلاء مشاغبين لديهم مطالب شخصيه، يعني يخرقون السلم الموجود في الناصريه والامن. هذا دقيق هاي الاتهامات؟ استاذنا العزيز، اكيد هاي الاتهامات غير دقيقه. ما هي الناصريه من ذاك يومها لهذا يومها ناشطين. الناصريه مدينه، احنا اذا نرجع على الخدمات السيده من مطبوع لها يا استاذنا العزيز، هي منين مطبوع لها؟ محافظه الناصريه محافظه من كوبا. يعني لما تجي ليش منكوبه؟ الناصريه كرار كرار، ليش وصفتها بالمنكوبه؟ ليش منكوبه الناصريه؟ ما بيها خدمات، لا بيها بطاله، خدمات معدومه، لا بها مستشفيات، لا بها صحه، لا بها تعليم، لا بها كليات، لا بها مؤسسات دوله بها خير، لا بها قانون يسود المواطن، لا بها كل شيء. ما بها الناصريه وكانها ما تقول غابه، يعني ياتي بهذا المصطلح احنا نعبره، يعني شنو تنتظر من المواطن؟ يعني المواطن اللي يقول لك انا اطلع على موت قوتي ما ادري احصله، من اروح المستشفى اتعالج ما ادري القى الادويه، من اروح للتعليم ما ادري القى تعليم صحي. يعني بالتالي انت شنو تريد من المواطن؟ يعني هل من المواطن ويشوفك انت فين؟ شوف هاي المليارات وهاي التريليونات اللي جيت تسرقونها من عده، يحط ايده وساكن هو يشتغل على موت يطلع له 5000 و10000 قوت يومه؟ اكيد ما راح يسكت، اكيد راح يطلع ويطالب حقه. طيب. الناصريه يا سيدي الفاضل، الناصريه مدينه خربه. نعم. كرار، انتم كناشطين وشباب ومتظاهرين بالحراك الشعبي بالتظاهرات، هل
ترون أن حكومة السوداني تختلف عن الحكومات اللي سبقتها؟ هل تعتقد أن حكومة السوداني قد تطرح برنامج لإصلاح عام تتجاوز الأخطاء والفشل الذي سارت عليه الحكومات من 2003 إلى اليوم؟ تعتقدون هكذا؟ والله يا سيدي فاضل، لا نعتقد. حكومة السوداني هي أسوأ بالحكومات اللي اجت. يعني إذا حكومة السوداني على ما اجت وراد التكميم الأخطاء الناشطين وقامت بقتل المتظاهرين 23 جرحى، يعني هل هذه وهذه حكومة حديثة؟ هل نترجى من هذه الحكومة أن تكون حكومة هي قوت للشعب؟ هذه حكومة السودان هي حكومة شعارات وليس حكومة أفعال. هذه حكومة مصطلحات راح نسويها ونخفض الدولار. مرات احنا إذا نريد نرجع لحكومة السوداني، من كان الدولار بحكومة الكاظمي كان الدولار ب 104 178 ما هسه ب 52. جزء الطحين كان ب 30 ما هسه ب 40. يعني شنو اللي سواه السوداني مثلا؟ شنو اللي افتعله مثلا السوداني؟ صار تم شاف في الحكم، هل اجى اتخذ اجراءات صارمه؟ اجى اتخذ قاده امنيه غيرهم من مكان والمكان ولا زالوا فرقه في القرن اللي صارت الفلوس اللي انه عنه نفسيته وزير الماليه 12 تريليون وهم اللي طوروا 2.5 تريليون. يعني اذا انا المعلومات اللي عندي يعني بعض الشيء دقيقه نقول وين البقيه اللي راحت التريليونات اللي نوقف؟ اكيد اي حكومه تجي حكومه اكو وراها احزاب واكو احزاب فاسده وميليشيات، وهذه الميليشيات تريد حقتها وتريد تتاجر بالعراق وتريد تتاجر بكل شيء. اليوم بالعراق، العراق مدينه اصبحت مدينه خارجه يعني لا يطاق بها. يعني احنا نتامل من حكومه السودان، ما كانت حكومه الكاظمي هي اجت وقالت احنا راح نطلق قتله المتظاهرين واحنا عاونا للشعب واحنا ايش راح نسوي احنا ايش راح نسوي، وبالتالي شفنا الفقير طلعت صار الصف الدولار وصارت المواد الغذائيه ولا قتله المتظاهرين كرار هذا الذي جرى بالناصريه. اسمح لي كرار الذي جرى في الناصريه، اطلاق رصاص على المتظاهرين، استشهاد 3 منهم، اصابه 25. الناصرية الآن انتشار بها قوات أمنية. تعتقد هذه الإجراءات ستنهي الحراك الشعبي؟ المتظاهرين تخوفهم ترهبهم وبالتالي الحكومة والميليشيات تحكم سيطرتها على المدينة؟ أستاذنا الفاضل، أي واحد يقول لك بأن الحراك الشعبي والحراك التشريني ينتهي منا وانتهت هذا غلطان، وهذا جاي يغرق خارج السرب. لا زال الشعب العراقي من تلك حرماته وحقه مسلوب ما راح يكفي. اعلم الى ان الظالم جاي يزيد بالظلم ماله، مستمر بالظلم ماله، فاعلم ان الحق معه. فاحنا كمتظاهرين ما راح نوقف ولا راح يهدأ لنا بال ولا راح يرف لنا جفن. احنا اللي خسرنا بتشرين اصدقائنا واخواننا 800 شهيد من غير الجرحى. هل سكتنا؟ ما سكتنا، ظلينا بحسن الثوري وحسن العالي ولا زلنا وراح نطالب حد ما يرجع حقنا ويرجع الشعب العراقي ويرجع معزة الانسان العراقي والفرد العراقي. ما راح نخلي ميليشيات ولا راح نخلي سلاح بالفلت، ونخلي القانون هو اللي يسود المجتمع. ما راح نسمح لعصابات اتت من خارج الاسوار المنطقه الدول العراقيه تقود العراق وتذهب الى برا مثل ما صار اليوم العراق الحديث. انت شوف الدول الخليج اليوم وين وصلت وشوف العراق اليوم وين وصل. العراق جاي يرجع بالاسوء في المعرفه للاسوء، وجاي نشوف الدول جاي تتقدم. فاحنا ما راح نسكت، احنا الشباب ما راح نسكت. ولا هم ببالهم يعني من يستقبلون ناشط او يستقبلون ناشطين على بالهم مثلا نسكت. ابسط دليل احتقال حيزر تكميم يوفا خرجت في الناصريه، وخلي يتجرؤون ويعملون اللي بعد اكثر. شوف شلون راح تخرج تظاهرات اكثر من تشرين، واذا خرجت تظاهرات اكثر من تشرين تطيح بهم باحزابهم الفاسده والسارقه. اشكرك كرار ماجد، الناشط في التظاهرات كان معنا عبر الهاتف من الناصريه. وفقط ايضا انوه الى اننا حاولنا التواصل واشراك عدد اكبر من الناشطين الشباب الناشطين والمتظاهرين في الناصريه، لكن حقيقه المخاوف الامنيه الملاحقات الامنيه للناشطين حالت دون اشراك عدد كبير، لكن ان شاء الله كرار ماجد يعني سد ما سدهم وكفاهم في هذه المهمه. نعود لضيفينا دكتور رافع الفلاحي ودكتور قحطان خفاجي. دكتور رافع، يبدو
قضية الناصرية كأنها صخرة معاندة للسلطة، ما زال الحراك هناك نشطا، هناك تظاهرات جرت، استشهد 3 من المتظاهرين على خلفية اعتقال الناشط حيدر الزيدي. ما السر وراء هذا الثبات والصمود للناصرية وعدم التحرك أو التزحزح عن هذا الموقف، وما زالت هي المعين لهذا الحراك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم الدكتور قحطان، وحيي الناشط اللي الناصرية اللي تحدث قبل قليل كرار ماجد. نعم، الحقيقة كل الثورات الشعبية أستاذ ماجد، يعني عندما تدرس تاريخ كل الثورات الشعبية ستجد أنها يعني هناك مناطق معينة، هناك مدن معينة تشكل حالة متميزة في هذه الثورات. عندما تدرس حتى الثورة الشبابية أو التظاهرات الشبابية في العراق ستجد أن الناصرية متميزة في هذا الموضوع، وهذا يدل على زيادة الوعي، منسوب الوعي في هذه المدينة عالي جدا، إحساس شباب الناصرية بمأساة العراق. أنا لا أقول أنه يعني أكثر من إحساس الشباب العراقي في باقي المدن، لا، لكن قدرتهم على صناعة ثورتهم أو المضي في ثورتهم بهذا الشكل وتحفيز الآخرين بهذا الاتجاه هم بارعين في الحقيقة. نعم. وأثبتوا هذه القضية، وربما بسبب القمع لبغداد بشكل قوي والمدن القريبة من بغداد، أخذت الناصرية هذه المهمة، أخذت على عاتقها أن تكون يعني الساحة التي ستخرج منها الثورة مرة أخرى، أو يعني تحفز على الثورة مرة أخرى لتعيد العراق إلى جدة الصواب. هذا واقع الحال الحقيقة، وما أشار للناشط واقع جدا عندما سألته أنه يعني هل الثورة ممكن أو هذه التظاهرات ممكن أن تقمع، ممكن أن تنتهي. الحقيقة عندما نعرف أنه من 60 إلى 65% من الشعب العراقي هم من الشباب، لأنه الشعب العراقي يعني واحد من القضايا المهمة فيه أنه هو الغالبية العظمى به من الشباب، غالبية الشعب من الشباب، 60 إلى 65% من الشباب، وهؤلاء مجموع الشباب غير راضي بالمرة عن الأوضاع هذه التي يعيشها العراق منذ عام 2003 لحد الآن. إذن الطبقة الشبابية وهي اللي تشكل الطبقة التي كان معول عليها من قبل الميليشيات وأحزاب السلطة في الدخول إلى الانتخابات والمشاركة في الانتخابات، هي التي قاطعت الانتخابات 85%، هذه معول عليها أن تقود الثورة مرة أخرى، تحفز الآخرين على المشاركة بها. الناصرية عانت عندما يتحدث هو يقول مدينة منكوبة، يعني عندما يسقط بها شهداء كل هذا العدد، تحدث في الأخير عن 800 شهيد. لم يظهروا لحد الآن كل الحكومات من الكاظمي، يبدو حصته كانت الأكبر في عدد الشهداء والجرحى. نعم، عندما يعني تحدث عن جسر الزيتون وعبر جميل الشمري وقتلهم في فجر أحد الأيام وغيرها، والرصاص اللي، وهكذا كان حال بغداد وحال النجف وحال كربلاء وبابل والديوانية، كثير من المدن العراقية دفعت دماء كثيرة. نعم، وخاصة بعد ثورة تشرين، وثورة تشرين دفعوا دماء كثيرة الحقيقة. لكن هذا يعني واحد من القضايا المهمة في الآن علينا أن يعني نرصدها، أنه كانت هذه الثورة الأخيرة أو هذه التظاهرات الأخيرة التي خرجت في الناصرية كانت تشكل حالة من الاختبار لحكومة جديدة تدعي أنها تختلف عن الآخرين، تختلف عن حكومات السابقة، حكومة السوداني. نعم، تختلف في رؤيتها، في تصرفها مع الشعب، هي ضد كل الفساد، ضد كل الذي جرى، لكن في هذا الاختبار سقطت سقوطا مدويا واضحا. دكتور عن قضية عندما يقتلون الشباب، عندما يجرحون الشباب، عندما يتناولوهم بالرصاص، هذه يثبت انه كل هذه الحكومات هي من نفس الاطار، من نفس التوجهات، نفس الفكر، على نفس النهج. مساء الخير دكتور قحطان. مساء الخير والبركه لك والضيف والمشاهدين الكرام. اهلا دكتور. دكتور، يعني القوى السلطه تجربه 20 سنه مع الحركات الشعبيه يعني السلميه، وخاصه يعني تشرين،
لماذا لا تريد الإقرار أو الاعتراف أن هذا الحراك الشعبي، هذا والذي سبق والذي سيأتي، إنما يتغذى من بسبب انحرافات السلطة وفساد السلطة ومشاكل السلطة؟ لماذا لا تواجه هذه الحقيقة؟ لعلها تجد حلا غير الرصاص وسقوط مزيد من شباب العراق. أكرر الترحاب بك أخي العزيز. أعتقد أن حقيقة وجود هذه المجموعة على قمة هرم السلطة العراقية بعد 2003 هو السبب الأساس وراء هذا السلوك. هذه المجموعة أوتي بها لكي توصل العراق إلى ما وصل إليه، ولكي تنهي فاعلية العراق الإقليمية وتجعل العراق بلدا مهلهلا غير فعال بالمرة. وبالتالي الحراك الشعبي يريد إعادة الأمور إلى نصابها، باعتبار أنه هو حراك نتيجة إلى معاناة الشعب وإلى إدراك شعبي عام لظهورة التغيير، ووضح البوصلة أن سبب تدهور العراق هي هذه العملية السياسية ووجوب تغييرها كحل أساسي أو كخطوة أساسية إلى التغيير وإعادة الأمور نصابها. إذن ثمة فرق كبير أو خلاف أو تقاطع ما بين إرادة الجماهير العراقية بشكل عام وإرادة تشرين بشكل خاص، وبين هذه الحكومة ووظائف التي جاء بها من أجلها. إذن لا أعتقد هذه تفكر بطريقة منطقية تتعامل مع الواقع لأجل خلاص العراق. وبالتالي خلاص العراق ينبغي أن يفهم أساساً وأن يكون على الطريق الصحيح إذا أدركت الحكومة إلى أن تغيير العملية السياسية هو الخطوة الصحيحة الأولى، وأن ما ينادي به جماعات القوة السياسية هي الدعوة الصحيحة والحقيقة. لذلك هذه تحاول أن تغطي على الحقائق، تحاول أن تجعل الأمور تلتبس أمام المستمع. الواقع الحقيقة أنها غايتها أساسية هي أن تبقي العراق كما قلنا على ما هو عليه، وبالتالي يجب أن لا تقرأ الأحداث الساحة نعم. والتظاهرات على أنها سبيل الخلاص. أشكرك دكتور. احنا طبعا راح نتوقف فاصل، ما أعرف التليفون عندك يرن بل كتخلي على الصامت، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا في هذه الحلقة من طاولة حوار. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في النهج الحكومي الثابت في قمع التظاهرات في العراق على اختلاف الحكومات ورؤسائها. ضيفة الطاولة الدكتور رافع الفلاح والدكتور قحطان الخفاجي. دكتور رافع، السلطة على اختلاف طبعا الحكومات التي توالت بعد 2003 تهرول دائما إلى الخيار الأمني الدموي وغير مكترفة بما يقع من قتلى، من شهداء، من جرحى وما إلى ذلك، وكأنه هذا الحل الأمني، الخيار الأمني لا يكلفها شيء بدون كلفة عليها، ولذلك تستسهله وتهرول عليه من اللحظة الأولى. هذه واحدة من يعني من النقاط أو المآخذ
أو الملاحظات التي تؤكد أن هذه السلطة كلها من عام 2003 لحد الآن لا تمتلك عقل، وهي غارقة في غبائها، تعتقد أن المقاربة الأمنية هي الأساس، وتعتقد أن الحلول الأمنية واليد الضاربة قادرة أن تمنع عنها غضب الشعب. هذه القضية مع العلم هذه الحلول عمرها 20 سنة اليوم. نعم، وهذه الحلول لم تنجح في كل بلدان الدنيا، وكانت بلدان أكثر استقرارا وأكثر قدرة لم تنجح، وبالتالي انقلبت الأمور إلى ثورات كبيرة. وهذه واحدة من أسباب الثورات، عندما تستمر هذه القوى السلطوية المستبدة باستخدام القوة والسلاح ضد الشعب، هذه تحفز الشعب على تجميع نفسه والقيام بثورته. لذلك السفيرة الأمريكية والسفير البريطاني في بغداد حذروا السلطة وحذروا السوداني، قالوا أنه التظاهرات عندما تنطلق مرة أخرى هذه إذا ما انطلقت مرة أخرى ستكون كبيرة جدا ودموية، بهذا التعبير قالوا، ولن تبقي عليكم شيئا. هذه واقع الحال، كل ما زاد الضغط، وهذه السلطات لذلك أنا أقول بلا عقل وبغباء تصرف مع الشعب بهذه الطريقة. والحقيقة هو هذا المعول عليهم، لأنه أنت خذ بالنتيجة ثوار تشرين، من الذي قتلهم؟ من الذي تصدى لهم؟ هي نفس الميليشيات التي شكلت حكومة السوداني. إذن هي لديها قرار من البداية، لم تكن يعني بهذه السلطة بالحكم، هي كانت بالحكم لكن لم تكن بهذه الواجهة، يعني حتى رئيس الوزراء هي رشحته، هي من جاءت به، كل السلطات بيدها، والآن السودان يسعى لتغيير كل القيادات باتجاههم لصالحهم، يعني كل الأمور تهيئ لكي يستلموا الأمور، يكون السلطة في العراق بيد الميليشيات. الآن هي الميليشيات هذه الحاكمة، ليس من وراء واجهات، بوجوه الحقيقية الآن. فمن الطبيعي أنه عندما تخرج تظاهرات هم لديهم قرار مسبق بمواجهتها وقتل المتظاهرين. هكذا الفكر اللي يده، وهذا فكر بلوثة، فكر عاجز عن القدرة على فهم أنه أنتم تجربتكم فاشلة رثة لا يمكن قبولها، وهذا الشعب ما يقبلها مهما فعلتم، مهما كذبتم، مهما ادعيتم. هذه الفرصة الأخيرة اللي يعتقدون أنه جابوا السوداني ووضعوه في رئاسة الوزراء وبهرجة وظاهرة صوتية أنه الشيء يختلف، هذه كلها ستفشل بعد أيام، وفشلت الحقيقة. وأول اختبار لها كان بالناصرية، فشلت وأثبتت أنها لا تختلف عن السابقات، بل هي أسوأ، هي أسوأ، لأنه الآن الميليشيات هي التي قتلت ثوار تشرين، هي الآن التي تصدى هذا الموضوع وتدعي أنه لا يمكن أن تمر تظاهرات. والتحذيرات واضحة، يعني حتى موقع المونيتر الأمريكي عندما يحذر يقول أنه القادم من التظاهرات، الأوضاع في العراق، الأوضاع الحالية تشير إلى أنه الثورة قادمة لا محال. وهذا واقع الحال، عندما تنظر إلى العراق الآن، تنظر إلى الخدمات، تنظر إلى وضع حقوق الإنسان، تنظر إلى الأمراض، إلى كل شيء، إلى التعليم، إلى الصحة، إلى الاقتصاد، هذا الاقتصاد اللي يعني صدعوا رؤوسنا به، وكأن شيئا حدث ولم يحدث شيء سوى برميل النفط زاد سعره وغيروا وزيره، هي منهم من عام 2003 لحد الآن، والمرأة الحديدية، وكذبة كبيرة ولعبة كبيرة إعلامية، مجرد ظاهرة صوتية لكي يقنع الشعب أن الأمور تغيرت، وهذه على إقناع الشعب. ذكر نعم. أشكرك دكتور. الدكتور قحطان، يبدو الحكومة تكرر قضيتين في التعاطي مع الحراك الشعبي، الخيار الأمني مكرر ومجرب وثبت فشله، وأيضا خيار آخر شيطنة الحراك، هناك اتهامات للحراك بالناصرية بعد قتل المتظاهرين أن هؤلاء عملاء السفارة يبحثون عن مغانم شخصية، طلبوا بقطع أراضي فالدولة ما أعطتهم أراضي فيريدون لوية ذراعها حتى يحصلوا عليها. وهذا الخطاب الحقيقة الذي كان طبعا ردة فعل للرأي العام مثار تهكم وسخرية وازدراء، يعني السلطة ليس لديها خيارات أخرى، لا خيار الخيار الأمني جديد ولا خيارات أخرى على مستوى الخطاب الإعلامي. هذا مشكلة كبرى، يعني أعتقد نحلها إلى سببين أساسيين. أولا هو أن الجهة الخارجية
والتعديل الإقليمية هي ذاتها التي كانت وراء الحراك، وراء طبيعة التعامل مع الحراك الشعبي سواء بالطرف الثالث أو القتل أو التسفيه أو التشويه، هي ذاتها التي أتت بشخصية أخرى لصدارة المشهد السياسي بالعراق، وبالتالي اعتمد نفس المنهج. هذا واحد. الحالة الثانية، أنا أرى أن هذه المجاميع القائمة على أمر العراق أنها من الغباء بما لا يتصوره العقل. أولاً لأنهم لا يدركون أن ما سيقومون به من آليات تتكرر ذاتها وهي خطأ، إنها ستزيد الشارع إصراراً وتؤلب الشارع عليها. الشيء آخر أنهم كأنما حتى هامش الحركة البسيط للص عندما ينفذ توجيهات جهة أخرى أعلى منه، هذا الهامش البسيط في الحراك والدخول وكيفية الخروج الثانوية لم تكن الآن بيدهم، بمعنى أنهم لم يسعوا إلى إبدال الآليات بآليات أخرى علها تأخذ نصيبها في التنفيذ. أنا أعتقد كما قال المجتمع الدولي أن الحراك سيكون رد فعله أعلى وأقوى بالأيام القادمة لأسباب التالية. أولاً، إصرار الحكومة على ذات النهج، على النهج ذاته الذي دمر العراق، واحد. اثنين، أن الأساليب التي روجت لها أو اعتمدت في إغراء بعض الشخوص واستمالتهم إلى العملية السياسية وأدخالهم العملية السياسية تأكد للجميع أن هذه الآلية فاشلة وأنهم خسروا الشارع وخسروا أنفسهم وخسروا المستقبل. إذن عملية الاختراق قد تكون شبه معدومة. الشيء الآخر هو أن الشعب ازدادت يقينه إلى أن الإصرار على الحراك وعلى الثورة هو السبيل الأنجع إلى تغيير الأمور إلى نصابها، وبالتالي أعتقد نعم أن هذه الأجراءات السيئة القذرة التي تكررت وهي خاطئة بالتأكيد نتيجة إلى إرشاد خارجي ونتيجة إلى جهل في عملية التعامل، هذا الجهل وهذه الإساءة أعتقد ستؤكد إصرار الجانب الشعبي على الثورة واستمرارها، وأن المتغيرات الإقليمية والدولية والداخلية تصب لصالح الحراك الشعبي. لذلك أعتقد أن الحراك الشعبي سيكون له دوره الفعال، وطالما قلنا أن الحراك الشعبي ثورة تشرين أو أي مسمى كانت ستبقى جذوتها، لأن العراق بحاجة إلى هذه والشعب أدرك هذه الحاجة. الدكتور، ذكرت أنه قضية الآليات البديلة للسلطة في التعامل مع الحراك، هرولة السلطة إلى الخيار الأمني وشيطنة أي حراك، الحقيقة يبدو، أسأل دكتور رافع، على أنه أقل كلفة بالنسبة لها. الخيارات الأخرى والآليات البديلة، لو السلطة اعتمدتها في الانفتاح على الحراك، الاستماع له، الإصغاء لهذه المطالب، وهناك إصرار وتحدث أيضا استشراف لهذا الحراك أنه سيبقى، هل هذه الخيارات على السلطة مكلفة بحيث أنها تتجنبها ولا تريد أن تتعاطى معها؟ لا، ليست مكلفة أبدا ولا المسألة بهذا الاتجاه. أنا قلت لي أن الجهة الخارجية هي التي تملي إملاءاتها، ولا لذلك هي لا تذهب إليها، وإذا ما حسبت حسابات طبيعية بين الربح والخسارة فأن المضي بذات الآلية القائمة من بطش وتشويه وإساءة للحراك الشعبي، هذا الحراك سينمو وبالتالي سيكلفها أكثر بكثير مما لو ذهبت إلى استجابة إلى بعض المطالب البسيطة. علما نحن دائما نؤكد أن الحراك الشعبي الحقيقي ليس مطلبي ضيق، لا تعيينات ولا كهرباء ولا شيء آخر، بل تغيير العملية السياسية برمتها، لأنه هو هذا الطريق الصحيح للتغيير، وبالتالي هي تحاول أن تجعل الأمور أدنى، ولكنها مأمورة بقوة خارجية لا تنفذ شيئاً إيجابياً، لأن سيفتح المجال إلى حالات أخرى. ولكن إذا ما حسبت بدقة عطاء والتقديم التسهيلات والاستجابة لبعض المطالب قد يكون أقل بكثير من قادم الأيام عندما يغلي الشارع وتعود الثورة العراقية الشعبية بقوتها، وهناك ستزيح هذه السلطة بإذن الله وتنهي الارتباط العراقي بالقوى الخارجية، ارتباط الشين غير الإيجابي. دكتور رافع، أنت عندك طبعا أيضا تعقيب على هذه النقطة، بس خليني أسألك أيضا، من ضمن المطالب اللي طالبت بها تظاهرات الناصرية بالإضافة لإطلاق سراح
حيدر الزيدي الناشط المدني الشاب في التظاهرات، وأيضا طالبوا بإسقاط هذه التهم الكيدية التي يوظفها القضاء الموظف بدوره من قبل قوى السلطة في ملاحقة أي صوت مناهض، أي قلم معارض أو مناهض للشباب المتظاهرين، ملاحقتهم ويعني تكييف تهم لهم والزج بهم في السجون. خطورة هذا النهج أيضا في المجتمع، التهم الكيدية والقضاء بيد السلطة. يعني ربما ما أردت أن تحدث عن ينصب في يعني في الإجابة على سؤالك أيضا. نعم. أنا يعني أعتقد إنه هؤلاء الذين في السلطة لديهم وظيفة معينة من عام 2003 لحد الآن، لديهم وظيفة معينة جيء بهم لكي ينفذوا أو يتولوا وظيفة معينة، وهم كلهم أجراء لحماية مشروع معين ويكسبون من وراء هذا المشروع فساد وخراب وملايين ومليارات وجاه وجاهة وفلوس، وهذا هذا ما حصل. أي مطالب، أي استجابة لمطالب الشعب كلفتها عالية بالنسبة لهم خارج وظيفتهم. وظيفتهم أن يحمون هذا المشروع، حماية هذا المشروع بالقتل والذبح، لأنه الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين بمعنى الانقلاب على العملية السياسية، الانقلاب على وظيفتهم، وهذا هم غير مكلفين به، وهذا يتعارض مع وجودهم، مع مصالحهم، مع فسادهم، مع خرابهم. عندما تقول لي أن المتظاهرين يطالبون بأن يكون القضاء عادلاً، يكون القانون هو السيد، هذا لا يجوز في دولة تحكمها الميليشيات، تحكمها الفوضى، تحكمها عملية سياسية بالمحاصصات، وهذه إلك وهذه إلي وهذه المساحة لك وهذه المساحة لي وهذه المكاسب لك وهذه المكاسب لي. لا يمكن للقانون أن يكون هو سيد الساحة. ما يطالب به التظاهرات هذا خارج وظيفتهم، لذلك كلفت عالية جدا. من ينقلب ويستجيب للتظاهرات سينقلب على العملية السياسية، ستنتهي العملية السياسية. هل هؤلاء جاءوا لكي ينقلبوا على العملية السياسية أم لكي يحموا العملية السياسية؟ لذلك أنا أعتقد أن الكلفة بالنسبة لهم بوظيفتهم هي 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 يعني كلفة بسيطة، أن يقتلون الناس ويقتلون الشعب لأنه يجب أن يحافظوا على كراسيهم والعملية السياسية. أما الكلفة الكبيرة اللي تؤدي إلى انهيارهم ونهايتهم، وجودية، كلفة وجودية. نعم، وجودية، هي الاستجابة لطلبات الشعب. الشعب الآن ما عادت طلبات انطيني وظيفة وعين الخريجين وما أعرف منه وسوي لي مجاري هنا وسوي لي الكهرباء هنا، لا، ما عادت هذه الطلبات كانت ربما عام 2007 ما أعرف إيش قد، جيب لي كهرباء، جيب لي مي، ما أدري منه، هذه انتهت الآن. الآن عندما خرجت ثورة تشرين أوضحت الفكرة، الفكرة واضحة الآن، الشعب يريد إعادة الوطن، وأن يعني هم وهذا شعاره، نريد وطن، وأن نريد وطن بمعنى أن الوطن سليم، الوطن في الأسر، افتحوا الأبواب إلى لكي يعود الوطن، أنه يعود الوطن عندما تنتهي هذه العملية السياسية، عندما ينتهي الفساد، عندما ينتهي الخراب، عندما لا تحكم هذه الأحزاب. لذلك في الناصرية وفي الجنوب حرقوا مقرات الأحزاب، حرقوا مقرات الميليشيات. لم يقولوا بها الكيدية وتوظيف القضاء بيد السلطة مخاطرة دكتور على الدولة والمجتمع. نعم، فبالتالي عندما يطالبون المتظاهرين بعدم توظيف القضاء بهذه القضية، هذا جزء من لمسهم لواقع الحال، أنه واحد يسرق مليارين ويطلعوه لأنه تفاهموا وياه واخذوا فلوس، سارق والقاتل والحقيقة والمجرم والميليشياوي هذا يطلع، اللي قتلوا 1000 شاب عراقي في تظاهرات تشرين وجرحوا 30,000 وينهم؟ طرف ثالث ما أعرف منه، ما أدري من هو، وكأنه نزلونا من الفضاء. لكن يجيبون واحد مثل الزيدي المسكين شاب صغير يتهم الميليشيات ويقول واقع الحال إنه هذه الميليشيات يعني يتكلم عليها، وهم يقولون إنه إحنا نؤمن بالرأي والرأي الآخر والدستور وما يتحدثون كلام كبير، وإحنا منفتحين على الآخرين، وإذا بهم يودون القضاء حكم 3 سنوات. أي قضاء هذا الذي يقبل بهذا؟ أي قضاء يقبل بهذا؟ لذلك هذا جزء من عنده، أنه يطالبون بأن القضاء لا يسيس، هم يعرفون أن القضاء مسيس، عندما يطالبون بأن لا يسيس القضاء، إذن يطالبون بأن لا سلطة
لهذه الأحزاب على القضاء. وعندما لا تكون هناك سلطة على القضاء، القضاء سيدين كل هذه الأحزاب وسيضعها في الأقفاص، كل هذه الأحزاب وكل هذه القوى فاسدة ومخربة ودمرت البلد 20 سنة. إذن القضية الكلفة كبيرة جدا جدا، يجب أن القضاء يكون تحت خيمة هذه السلطة وتحت إرادتها، وأن تكون كل المؤسسات تحت إرادتها وتتصرف بها. وقتل الناس وسفك دماءهم هذا أسهل شيء عندهم، لأنهم ليس لديهم إلا اليد الضاربة واليد التي تسرق، وهذه من 2003 لحد الآن لا تتحرك إلا هذه اليد، تضرب وتسرق، هذا الحال. دكتور قحطان، الحكم على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات لأنه انتقد سياسيين في تغريدة موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف أم سلط الضوء على بين قوسين كذب أو زيف حرية التعبير المصانة والمنصوص عليها في دستور العراق بعد عام 2003، وأنه تكفل حرية التعبير العامة لكل العراقيين في الدستور، إلى أي حد هذه الحادثة وغيرها الحقيقة تقوض هذه الدعاوى أمام الرأي العام في العراق والخارج أيضا؟ نعم أخي العزيز، نحن كمتابعين مختصين على ثقة تامة أن الدستور في وادي، وأن كان الدستور وضع بيد برايمر ونوح فريدمان ووضع من قبل محتل، وهذا الدستور رغم ما فيه من ما فيه هو في واد، والقوى السياسية التحتمي به في واد آخر تكيف الأمور حسب مزاجها وحسب ما ترغب، وبالتالي تحلل ما يعجبها وتحرم ما لا يعجبها. هذا اللي حصل بالتأكيد هو كشف حقيقة هذه القوى السياسية وكيفية فهمها إلى ما تدعيه. الأخ حيدر حسب معلوماتي، وأنا شاركت في تغريدة خاصة به وهو يستحق أكثر من ذلك من كل عراقي، حسب معلوماتي لأنه من دياله انكر. دكتور نعم، لأنه من دياله يعني؟ لا لا لا، ديالة غير ديالة، ما دام هو شاب عراقي بهذا الاتجاه هو تاج راس حبيبي. فهذا الحقيقة هي قام به الأخ حيدر، هو عبارة عن تكرير أو تكرار إلى منشور لشخص آخر، وبالتالي كل ما يمكن حتى لو كان بين قوسين كفرا فمعروف أن ناقل الكفر ليس بكافر. شيء آخر، الدولة عليها أن تصحح أخطائها أحيانا من خلال ما ينشر هنا وهناك، وحتى الذي لا يعجبها قد يكون يساهم في تصحيح مسارها. وأعتقد أن أحد حكماء العراق، عفوا العرب القدامى والمسلمين، قالوا لهم أي لك هذه الأخلاق الرفيعة؟ قال بعضها من سيء الأخلاق. قالوا كيف؟ قال ما يأتي به سيء الأخلاق أتجنبه، وسيء الأخلاق يسيء إليه فأسمع وأصحح. إذن عملية التصحيح أحيانا تأتي من خلال المتابعات، وبالتالي الأخ حيدر هو لم يعني يتجاوز ولم يسب حسب معلوماتنا، ولكنه انتقد والانتقاد طبيعي. وحقيقة الأمر المناوشات والاتهامات ما بين القوى السياسية كبيرة جدا وكثيرة، وبعضها يستحق المتابعة قضائيا، وهذا لم يتابع لأن القضاء أساسا كما نراه نحن كما قالت التجربة إنه مسيس. إذن الدستور مسيس برؤى القوى السياسية، العدالة أو القضاء مسيس بالقوى السياسية، وبالتالي ما حصل للأخ حيدر هو فضح إلى العملية السياسية ورفعة لهذا الشاب الذي قال كلمة الحق، وكلمة الحق هي في وجه ظالم هي جهاد عالي وكبير. إذن نبارك حيدر، وبإذن الله سيخرج حيدر مرفوع الرأس، وهذه المجامع التي تسيس الأمور وتفسر الأمور على مزاجها سوف تؤول إلى مزابل التاريخ بإذن الله. دكتور رافع، إذا كان قتل 1200 شاب في التظاهرات تشرين وتغيب وجرح وخطف يعني 30,000 لم يوقف الحراك، قد يخبو ويهدأ لكنه يظهر، ظهر في الناصرية وسيظهر في مدن أخرى، إذا لماذا هذا الإصرار على الخيار الأمني؟ لم يوقف هذا الخيار الأمني الدموي القتل تخويف، لم يخوف الناس، لم يرهبهم. أستاذ ماجد، هم كان لديهم خيارين، الخيار الأول أن يثيروا الفتنة الطائفية، نعم، وأن يمزقوا الشعب، هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا مسيحي وهذا مسلم، وهذه
اللعبة يعني لعبوها كثيراً، وفي بداية الاحتلال سنوات لعبوا هذه اللعبة وقد نجحوا فيها في منطقة في مناطق معينة وفشلوا لفترة في مناطق محدودة لفترة، لكن الآن وخاصة بعد 20 سنة بعد ما جاءت ثورة تشرين وكان معول على هذا الشباب، دعني أتحدث بشكل واضح يعني تحت يعني بين هلالين، هذا الشباب الشيعي الذي خرج الشباب الصغير كان معول عليه أن يكون هو الحاضنة لهذه الأحزاب، هم كانوا يتحدثون هكذا، وأنه طائفي لأنه يعني كل الثقافة اللي كانت يعني تضخ للمجتمع شحن الطائفي للمدارس للشارع للمقاهي بعد للجامعات نعم بعد بهذا الاتجاه، فكان معول على هذا الشباب أن يطلع طائفي وقنبلة طائفية، وإذا به هذا الشباب يطلع عابر للطائفية ليس له علاقة بالطائفية ينبذ الطائفية غير قابل عليها وغير قابل على الأحزاب ويشتم هذه الأحزاب ولا يقبل بها ويضع شرطا أساسيا لبناء العراق هو إزاحة كل هذه الأحزاب وعملية السياسية، هذا جعلهم يفقدون هذا الذي كانوا يعتمدون عليه، وهم مع هذا الذي يعتمدون عليه الفكر الطائفي كانوا يستخدمون السلاح لأنه هذا الفكر العاجز الفكر اللي بيلوثه العقول التي بها لوثة ليس لديها إلا السلاح، فهذه اليد التي تسرق والتي تضرب اشتغلت، فبالتالي استخدموا اليد التي تضرب بشكل قاسي، وهم استخدموها سابقا يعني استخدموها بخمسة وعشرين شباط وقبلها وكل التظاهرات التي خرجت في الناصرية في البصرة في بغداد في كل مكان كانوا يستخدمون بها السلاح، لكن الآن يستخدموه ضد من يقولون أنهم حاضنتهم. نعم. وهذه فضحتهم فضحة يعني، لذلك الجنوب الآن هم من يعتقدون يقولون هؤلاء الشيعة ولا يتحدثون عنهم كعراقيين، هذه المجموعة هذه الشباب ملايين من الشباب الذي كانوا يتحدثون عنهم كشيعة الآن هم لا يقبلون هذا الحديث، يقولون نحن عراقيين وإحنا ما نريده، وهذا الذي يحدث في الناصرية نريده للعراق كله. أشكرك. نريده للسنة ونريده للكراد ونريده للعرب ونريده لأنه هذه المطالب عامة كل الناس تعاني من عدة. خلينا نسأل دكتور قحطان نختم ويا دكتور، في ضوء الواقع الموجود في العراق الوضع المزري، وأيضا واضح أن الحكومة السوداني لن تختلف عن سابقاتها، الواقع والتحليل يقول هكذا، في المستقبل طبعا بدقيقتين الحراك سيتكرر ربما في الناصرية أو في غيرها، والخيار الدموي أيضا سيتكرر؟ نعم الحراك سيتكرر والخيار الدموي لن يتنازلون عنه كما قلت قبل قليل، لأن الجهة الخارجية الداعمة لهم تدفع بهذا الاتجاه، الحراك سيستمر وسيكون فعل مؤثر له بإذن الله، وهذه المجاميع ستنتصر الشعبية لأن الله سبحانه وتعالى بالتأكيد مع الحق، والشعب العراقي يريد حقه والحق فوق كل شيء. شكرا للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كان معنا عبر سكايب، وأشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وأشكر الناشط المدني الذي كان معنا في الجزء الأول من الحلقة كرار ماجد كان معنا من مدينة الناصرية عبر الهاتف في حلقة الليلة من طاولة حوار، ناقشت النهج الحكومي الثابت في قمع الحراك الشعبي في ضوء ما جرى في الناصرية من استشهاد 3 متظاهرين وجرح العشرات برصاص القوات الحكومية والميليشيات، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.